عشانك. ضيفنا في الخيمة هذا المساء أيضا من ضيوفي اللي نعتز بهم في فضاء الخيمة نجم الأغنية الشعبية عبد الكريم البنزرتي. عبد الكريم البنزرتي أهلا وسهلا. مرحبا يا عبد الكريم. تحية كبرى ضيفي عبد الكريم البنزرتي أيضا من الوجوه الفنية اللي أعطت للفن في فترات متباعدة مع فايز المحرسي، منيرة حمدي، نجاة عطية، ذكرى محمد. حب نرحب بالفنانة كريمة بن عمارة. كريمة أهلا وسهلا بك كريمة، رمضانك مبروك. طبعا السهرة تنطلق ما تغيروش محطة قناة حنا بعل، عديد المفاجآت وعديد الضيوف. قبل هذايا قبل هذايا ضربة البداية مع فرقة الأكتار، الياس بقيادة الياس المحير. Ya Allah, 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 ya Allah
بشر علي كبابي بشر علي بزينو يا نسيم زينو سحرني بشر علي جو بيه عجبك الجو ديبار بيه هذا ديبار قوية قوية هذا والديكور شنو رايك على الديكور عسل 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 بالحق عسل هذا راهو ديكور ديمونش تقلب ايه ولا خيمة الخيمة الخيمة معروفة الخيمة باش نسأل عبد الكريم الخاطر يغني في البلايص اللي فيها خيمة شو رايك في الديكور بالحق عبد الكريم والله العظيم مش مجاملة يعني انا تفرجت في ديمونش حنبال وتفرجت على الخيمة جيت اليوم انبهرت بالجو ذا متاع الزرابي ومتاع الواحد بالتراث متاعنا معناتها الشعبي ويرمز للفولكلور اللي قاعدين نعملوا فيه احنا معناتها هذه هي الكسوة الحلة اللي لازم يخرج بها تخرج بها وش رايك في فرقة المحاير في عزفة؟ ما عنديش حتى راي خاطر هما غنيين عن التعريف كريمة مرحبا بك أول مصافحة في قناة حنبال أول ضيفة عندنا هنا فرحانة برشا كوني موجودة في البلاتو الحلو بحذاك رزوقة محلية ديكور حلو كما قال عبد الكريم جونا العربي جو الديكور حلو ياسر ياسر مجدية هذه أصالتنا وتراث أكيد وتراث اللي عمل لنا الديكور بربي نحب شكر خاص كبير لسكندر فيليبو سكندر الهواري الكرم اللي هو عمل اللمسات هذية اسكندر نلقاوه في برشا بلايس شروم 104 شارع الجمهورية شارع الحبيب بورقيبة في حلق الواد شروم الثانية 71 شارع فرحات حشيد الكرم لكل سهراتكم مؤتمراتكم أعراسكم أفراحكم اسكندر موجود باش يلبيها تحية الفيليبو اسكندر الهواري الكرم يلا نمشيو لعبد الكريم البنزرتي عبد الكريم في رمضان ما نعرفش تدخل الكوجينه ولا ما تدخلش اكيد بالحق بالحق والله انا غرامي كوجينه والحاجه ساعه الناس تعرفني من قبل معناتها انا مغروم بالتطيب ايه دونك ما خدمتش في ريستوران لا 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 ان شاء الله بيانتو قاعد خدمتش خدم قبل في مطعم هكا تعلم الكفتاجي تقص الكفتاجي انا تعلمت على الوالد الله يرحمها الله يرحمها برشا حاجات يعني غرامي انا مش انا بركة حتى اخواتي يعني البنات والاولاد كلهم يطيبوا حتى المرحوم زاد بابا يطيب فهمت ايه بيانتو ان شاء الله نحل في مطعم ان شاء الله باش تجي هاني فهمت الحكاية على نيتي والله يا ناس انا نعمل حاجات على نيتي حاجات على نيتي وربما البعض الناس يسخيبوها مش على نيتي اما والله على نيتي والله على نيتي انا في باليش اللي تمشي تحل والله لا في بالي والله يسالتك هيك وجه ما عندك السخانه انت تجيب لي حاجات تجيب لي حاجات والله والله ماني
مش عراف ما عندي احساس. من ان شاء الله مبروك عليك المطعم. شكون في العاصمه؟ في العاصمه ان شاء الله. بالتوفيق. مطعم شعبي يعني الاكله الشعبيه نتاعنا اللي يحبوها يعني التوانسه الكل، الكفتاجي والطن واللبلابي والهرقبه والمقرونه والعجه. لازمك تقف عليه انت راه طبيعه. عبد الكريم كلها لمساتي انا يعني. يلزم لمسات عبد الكريم الطباخ الشيف عبد الكريم البنزرت. الشيف عبد الكريم البنزرت. انا باش نسال الكاب الطيب. ما هو كاب وانا نعرفك في الغربه. في الغربه لكن في فلسطين الطيب. ناكل في المطعم، نسكن في الوتيل، نسكن في الدار. ما لو وقتاش طيبت؟ طيبت عندكم البارح احنا. في كوجينتنا. في كوجينتنا طيبت. مشاهير. وطيبت في القناة التاسعة مع جماعة. لا في عزوبيتك طيبت قبل؟ في عزوبيتي ابدا. ما طيبش؟ الجملة. مش عندك مقرونة بنينة؟ اي ما اون فوا عملتها. اون فوا قالوا لي مقرونة بنينة. بنينة عملت مقرونة بنينة اون فوا. وما عودتش؟ لا ما انا ماشي. وما عودتش. نمشي نسكن في وتيل في السعوديه في البحرين في ليبيا في كل وين مشيت خدمت نسكن في الوتله. تسكن في الوتله؟ في الوتله وكابو في الوتله. مالا شنو ودي الجيري كيفاش عندي نهار في رمضان. رمضان جاوبني. اسمع قلت له وديع الجري كيفاش يعدي نهار وفي رمضان. خاطر الكاب ويعرف وديع الجري كيفاش يعدي نهار وما يعرفش روحه كيفاش يعدي نهار. لا نعرف انا كيفاش نعدي نهاري. انا نخدم. انت تخدم؟ نخدم ايه بيان سور. في رمضان نخدم. قوم الصباح قوم باكر قوم 7:30 التاسعة نبدا في الجامعة انا. برافو والله برافو. بيان سور. ما شاء الله ما شاء الله. شو الكلام هذا؟ ايه عارفه كيفاش يعدي نهار. عارفي ياسر ياسر. ياسر 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 كعبد الرزاق. كعبد الرزاق ويقوم مع العشرة ونص العشرة هكا في المكتب نتاعو. يبدا الساعة ماضي ساعة يبدا في المكتب نتاعو. يبدا في المكتب نتاعو يبدا يخدم على روحه. يشابوتي كل شيء كل شيء يتعدى. اللي عند الكاتب العام كله يجيبوا ال ايش ياكل ايش يشرب ماشي طيب فيه. لا مراته طيب له مش انا طيب له. على كل كريمة تدخل الطيب كريمة في الكوجينة الحقيقة. أنا الحقيقة متاع ربي ما نعرفش نطيب. ما تعرفش طيب؟ ما طيب. كريمة بن عمارة. ما نعرفش نطيب. قداش عمرك كريمة وإن كان أنا نعرف عمرك؟ يعني عمر معقول. يعني وما تعرفش طيب؟ إيش نقول لك؟ نعمل الحاجات الخفيفة مثلا طاجينة حاجات شايحة. أما الحق الكبير ربي فضل لي ميمتي هي اللي لاهية بالأمور هذه. ربي فضل لي. ربي فضل ملا لاهية بالفن؟ أكاهو؟ برايف ملا الغيبة على الفن. إيه. تو سمعنا كريمة تحركت فنية. غبت لأسباب ورجعت والحمد لله مصلي على النبي تو. تو قاعدين نقدموا كريمة. انطلاقة حلوة وقاعدين ماشيين ياسر مزيانة برشا. يلا خلينا نبدلوا جو مع عبد الكريم البنزرتي. شنو تحب يسمع؟ شنو عبد الكريم تحب يسمع؟ عنده يا سوسو، عنده يزي الجرح مخبي، عنده قداش نعد انا المشهورين اغانيك. انا بنتي اسمها سهاء، قالت لها سوسو، يغني لنا سوسو. يغني لك سوسو؟ سوسو. طلب الكابو. الكابو ما نرضلوش طلب الكابو، يلزمنا شطحوا ونشيخوا الكابو في الشهر الماضي. اكاو يلا عبد الكريم البنزرتي.
ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل. الليل 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 يا عيني يا ليلي يا الحب ما يجيش بالسيف ما يجيش بالسيف ما يجيش بالعنزرية والله خيار المحبة بالكيف والله خيار المحبة بالكيف الاثنين الاثنين على فردنا والله يا سوسو بالله يا سوسو يحبوني ننسى وقلبي كندوسو والله يا سوسو بالله يا سوسو يحبوني ننسى وقلبي كندوسو لا لما نشويهم بيجي نفويهم لما نشويهم بيجي نفويهم لما عينيهم خديك نبوسو والله
يسوع ولا يسوع أقول الإنسان خليك البوسو خليك البوسو صب كل ليلي أسلح يا عيني الحارب جنبي خليهم يحوسوا صب كل ليلي أسلح يا عيني الحارب جنبي خليهم يحوسوا نعم من ربهم بعضكم Yeah.
والربيع منوار لين تولع سلي دوكر قلبتش كيفاش نعبر نحمي لي كيفاش نعبر تحرني زينك قتلني قاصرني حبك قتلني ساحرني زينك قتلني بعد. نواصل مع كريمة ونقول لك كريمة اليوم اللي يتفرج فيك ويعرفك يقول كريمة ويني بعدك الزخم اللي وقت نجات عطايا فايزة المحرسي منيرة حمدي انت طلعت مع الأسماء هذه الكل احكي لي الفترة ذيك كيفاش كانت معناتها بالنسبة لي كنت فترة التسعينات فترة ياسر حلوة لاني بروست برشا بالنسبة كاسمي أنا في الوقت ذاك جيت الصغيرة في وسطه ما نجيب بين آخر الثمانينات فترة التسعينات أي. فترة الحلوة نتاع الأغنية التونسية نتاعنا بروست في مهرجان الأغنية بديت في مهرجان الأغنية بروست في مهرجان الأغنية يعني أنت خمس مرات عديت مهرجان الأغنية وعندي تقريبا دو بخي في المهرجان دو بخي خذيت أي دو بخي خذيت في بغنية عشت لك جائزة ميلاد ملكي تلحين ميلاد ملكي أي. ومع الأوركستر سيمفوني التونسي خدمتها وقتها مهرجان الأغنية وأغنية أخرى في بدايتي بخيسك في أول ما بدأ مهرجان الأغنية أول ما بدأ مهرجان الأغنية في خمسة دورات
خمسة دورات شاركت فيهم وثلاثة خذيت فيهم جوائز. الوقت هذاك شكون النجوم اللي معاكم اللي ضاربين في الوقت هذاك؟ يعني عدنان الشواشي، شادلي الحاجي، نجاة عطية، ذكرى محمد، صوفيا صادق، لميا الرياحي، فيصل الرياحي. لا هذوما لا هذوما منال وحده نجبت. اي معناتها منال ما منال مش معاك، مش موجوده. لا منال زازا مش معاكم. لا باش نسمي لك اسماء وقولي. ايمان الشريف؟ لا. نرمين صفار؟ هذا من كل بخيسك الاصوات هذه تعرفت بعد بعد يعني عش بعد برشا تقريبا. اي بعد برشا، مش في الـ مش في الـ مش في الـ في, الـ في الجروب هذه، مش في الفتره هذيك. فترة هذيك تعرفوا فيها أصوات وتعرفوا فيها ناس بالحق غنيت عطات الأغنية بالكده. يعني أهم الأغاني المشهورة وقتها شمس النهار، شمس النهار، شوفي صادق مع ملحن حركاتي في الوقت. حركاتي خلي خلي مش خلي الجرح مخب، مش قول بتاعه هو ضيعت العمر ليالي، العمر ليالي ضيعت. حلوة زادة من الأغاني اللي في الفترة ذيك الكل. اي وكانت فما وكان غازي العيادي، غازي العيادي موجود، وعبد الوهاب الحناشي وقت الشكسي، شكري الحناشي. يعني انت جيت في الفترة الذهبية، فترة حلوة برشا. وبعد بعد ما نعرفش كريمة بن عمارة برشا خذيت من بعد اتجاه اخر، خدمت حاجات للصغار برشا، لانه ميدان الطفولة فارغ في الوقت هذاك. أيه. بالرغم فيه راهو فيه ناس خدمت ميدان الطفولة كيما مينا سرار، في كيما برشا خدموا فيه. مشيت للاتجاه هذاك، خدمت فيه مدة كبيرة الحق. مدة كبيرة في الطفولة. أيه. أغاني بتاع الطفولة، أغاني الطفولة وقتها مع أنا وفرحات جديدة، عملنا مجموعة حلوة، فهمت؟ خدمنا بالقدال البروديكسيون بتاع صغيرات، بتاع صغار، فهمت؟ عملنا اسم حلو، عملنا حاجات حلوه الحق. بعدت شويه من الاغنيه الوتريه اللي انا فيها، فهمت؟ في الوقت وما تنساش عبد الرزاق، بديت صغيره بالقدال، معناتها انا انت من كورال، بديت من الكورال، من الكورال السنابل، من كورال السنابل، كورال سنابل دار الثقافه بالرشيق، ودار الثقافه بن رشيق المكتشف، وديما نذكره لانه هو الاولي. ما كنتش نكون انا كريمة بن عمارة اللي هو نجيب مسلماني، نحييه برشا. تحية ليه نجيب مسلماني طبعا، الزوز اللي هما اللي كانوا كانوا وراء اكتشاف كريمة بن عمارة. يعني واضح. مش نحكي لك على فترة عوضت ذكرى محمد، خلي بعد نحكيو فيها ذكرى محمد، ولكن قبل ذي انا اول مرة راى عبد الكريم البنزرتي يشتح. اول مرة ريتك اشتحت. ليه عبد الرزاق؟ ما انا مراكش تشتح عبد الكريم شوية يعني. اليوم اشتحت، غنيت واشتحت بالقديم، اشتحت في برامج أخرى أكثر من هكا ومعك انت بالحق والله العظيم. ما لا نبدأ نستنى في الوقت وقتها ما نشوفش. هل مطلوب بالفنان الشعبي أنه يرقص، أنه يشتح عبد الكريم؟ شوف هو فن شعبي، وهو زيته وتبارك الله وجلود، معناتها تشوف في الجلد ما شاء الله تيل الحمي قشعر كي يضرب شنو الجلد. الجلد شو على الجلد يعني بالبنادر والدرابت يعني تقولوا له جلد. اي والمزود، اي والمزود، معناتها في الجو هذا وفي تتحط في محطه كيف هكا مع الجروب هذية ولا اي جروب يعني نتاع فولكلور. ما نعرفش الفنان يلزم يكون ما ينجمش يقف، معناتها واقف يغني وبرا يلزم يدخل في الجو ويدخل في الجو ويشتح، يكون يعمل شويه معناتها شو مع الـ مع الـ شو في السينة. ولا صحيح كريمة تنجم تشتح وانت تغني؟ لا. علاش؟ خاطر الكل يشتحوا يغني. مش تشتح يعني نتحرك في السينة، تتحرك في السينة مش فيروز. لا فيروز هذيك كنا صغار نغنيو فيروز، نبداو زعما كيفها وقلبو. لا تغنيني شوي فيروز كابيلا شوي. يا اخي مختار، انا اليوم ريتك شخت باش تطيح. ما على خاطر عندي مده ما شتحتش. المختار حاجه اخرى، الترجي طلع تو بعد الدرج وهو يخمم في الترجي تو. انا نعرف اي والله تو ترى يخمم في الترجي يا عتاب، يخمم في الترجي. على كل نمشيو مفيولة الدراما باش تطلعوا لي، باش نعطيكم حاجات نسمعكم وتطلعوا لي شو اللي سمعتوه، جينيريكات مسلسلات باش نشوف قدرتكم على المتابعه. مفيولة الدراما ترى
ما فيولا الدراما باش نسمعكم بالجينيريك بالجينيريك وتقولوا لي شنو اسم المسلسل. اي اعطيوني الجينيريك الاول. مسلسل قاعد يتعدى تو. مش في قناة هيا كريمة. مش في قناة حنبعل؟ شو اسمه المسلسل؟ ها هو الجواب. جبل الأحمر. سي سا؟ تقول كم؟ جبل الأحمر. جبل الأحمر. تقول أنت؟ جبل الأحمر. اليوم ترى أعطيني جبل الأحمر ترى. باش نقول لك جبل الأحمر. عبد الكريم ما طلعش. نمشيكم للمسلسل الثاني. يلا هيا استطلعوها هذي مسلسل بلندي. هاي هاي قاعد يتعدى تو. يتعدى تو ضارب مليح. ضارب مليح يا كاكو. هاي يا كاكو اسمه سعيد. هذايا مش الثاني يتعدى مشهور ياسر على قناة حنبعل. حنبعل سالفة التنور. اسمعوا اسمعوا موسيقى حلوة برشا. حلوة حلوة برشا. هذا زهرة الثالوث يتعدى يوميا على قناة حنبعل. القناة الأم اللي نحن تو موجودين فيها. تحية لكل العاملين فيها. تحية إدارة وتحريرا وتقنيين الكل. حنبعل قاعدة تواصل وتقدم لكم أشياء تحبوها طبعا. يلا نمشي لبعده. هيا مش الفلوجة انت قوي لها الصوت. لا مش فلوجة. مش فلوجة. اعطيني الصوت اكبر. مش فلوجة. فلوجة عرفتوها. خليني جوا. يلا لينا صوتها حلو. نمشيو ساندي للي بعده. يا ساندي اقوى اقوى. اعطيني ايه طلعولي. خليني نمشي مع عبد الكريم. شكون؟ سندريلا. سندريلا انت. سندريلا انت. سندريلا. هاي انت ابو تو جينيريك اخر. هاي هاي جينيريك اخر. اعطيني سندريلا. هذا العهد. 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 أعطينا جينيريك العهد. أعطينا أقوى. أعطينا. من الموسيقى. نتركي على الموسيقى. حلوة برشا. بس. جينيريك العهد. الموسيقى التركية. اللي بعده يا سيدي. هاي آخر جينيريك. برشا كلام تقول أحلام عشناها معايا بزمان فيها العرض وفي الصلاة. هيا طلعوا سي الياس. سي الياس يتعدى
زاد كلهم توا يظهر لي فيكم كيفاش ما حبش يتفرج في الكل فات وقت كيفاش هاي طلع طلع بوشناقي فيه لطفي بوشناقي نسيتو انا عارف هاي نسيتو يتعدى اعاده في الوطنيه اثنين ثانيه زاده نوبه حد ما يتفرجش فيها كاني مكان نوبه 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 شنيه نوبه نوبه نعرفهاش ما تعرفهاش انت قول لي كان يا مكان حاجاك كان يا مكان كان يا مكان يلا على كل خذك الميكرو كريمه خذ لك الميكرو انت قلت غنيت فيروز شويه اكابيلا فيروز نحب نسمعك غنيت فيروز خاطر هو مش انا خديت الاسم طهولي عبد المجيد المرايح نحييه الصحفي الصحفي الاعلامي هو اللي تفرج فيا واعطاني الاسم هذايا قال نشوفي فيروز صغيره تغني هكا فيروز صغيره تغني تو باش تغني فيروز كبيره يلا يلا شويه سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذ الجواب بعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة ما بينكن سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب واخذ الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا اول مره ما بينكن سوا كيف قلت هذه فيروز ونمشي معاك الحاجة اخرى غير فيروز نقول لك ام كلثوم شوي تربيات خلينا شويه تربيات ترى نسمعوا حاجه لام كلثوم حاجه هكا خفيفه ترى يلا اعطوني اقوى معايا يا حبيبي يا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا برافو كريمة بالعبا يلا نمشيو نجم على الدوام الفقرة القارة مع فنانة كبيرة برشا حليمة داود مثلت السينما والمسرح ولها صولات وجولات مشينا زرناها أسوأ بن صالح زارتها في بيتها ونشوفوا الحوار هذا وراجعين لخيمة رمضان على قناة حنا بعل يا خير صحة شربتكم اليوم نجمتنا وضيفتنا في نجم على الدوام هي فنانة حبيناها من خلال السينما والتلفزيون والمسرح هي أجادة اللغة العربية بإتقان كبير الليلة معنا ومعاكم الفنانة القديرة حليمة داود مرحبا بكم صحة شربتكم وإن شاء الله ديما نشوفوكم هكا متألقين أنت قليلة الظهور ما نشوفوكش ياسر في الإعلام اختيار منك ولا عطينا الصحيح في فترة معينة أنا حبيت نبعد شوية حتى على الخدمة متاعي على المسرح وعلى السينما حبيت نعمل ركول نقف ونشوف خاصة وأن الوضع
أصبح غير ملائم باش الإنسان يخدم كيما يحب هو ويخدم وعلى الأقل كيما كان يخدم. آخر عمل لي كان سنة قداش؟ التلفزة يا أخي آخر عمل كان في حياة أماني مع صديقي والمخرج الكبير سي محمد الغبان. أي؟ الحكاية عندها 19 سنة. اقترحوا علي يعني بعض الأعمال اللي ما تضيف لي حتى شيء وما قبلت الشرني. أي كانت الأدوار، احكي لي على الأدوار هذوما، يعني دور صغير ولا دور يعني في قيمتك انت؟ مجرد حضور في حلقه واحده ولا في في شخصيه ما تضيف لي حتى شيء بالنسبه للمسيره نتاعي اللي انا عملتها. بديت المسرح في عام 65 في المعهد. تعرفت من خلال المسرح للتلفزه والسينما. انا اول عمل تلفزي خدمته مع الحاج سليمان لو مالونتوندي، سوء تفاهم تاع البير كامي عام 69. في حسابات وعقبات انت بثلت باللغه الريفيه صعيبه شويه، كيفاش نجمت تحفظها؟ هي مش صعيبه برشا، الانسان يكفي انه كان معانا كوتش اللي معناها عطانا اللهجه نتاع المنطقه. وليدي على خاطري كول حتى في، وهني باش نقعد بحدي. انا ما سحتنيش عليك. كان ما تقولي حتى كلمة مرحبا. إن خيطة بالمخيط. في بنت الخزاف أنت شاركت وقتها باللغة العربية وكنت ممتازة فيها الحكاية. بنت الخزاف، بنت الخزاف، في قولها جد والعجب من عجب تمضي العجب. بنت الخزاف يعني حاجة من حاجات. أي. يعني هذيك من اللي من لا يعني من الأشياء اللي في التلفزة احنا خدمنا. أي. الوثق بالله الحفصي. أي. مع حمد يعرافة كان من أروع المسلسلات. هي مش هو مش مسلسل رباعية، كان رباعية من أروع الرباعيات اللي تعدت باللغة العربية، ودير الجمعة اللي فاتت كانوا يعديوا فيه. أي. لكن نادرا ما نسمع نشوفوه كما نشوفه في المسلسلات الأخرى ولا في الأعمال الأخرى. يعني أعمال اللي فيهم اللغة العربية يعني لم يعد لها مكان في في في, في المؤسسات الإعلامية. علي بن عياد غادر في غير وقت في تنبك العطاء متاعه، وكان محبوبا وكان يعني رحل. منصف السويسي الله يرحمه زيدا، خدمنا مع بعضنا برشا، تعاركنا مع بعضنا برشا. عملنا أعمال كبيرة في فرقة مدينة تونس في المسرح الوطني. منصف شرف الدين الله يرحمه أستاذي الأول، هو الذي يعني شجعني إلى أقصى درجة، شجعني باش نخرج نغير طريقي من التعليم. كنت سأصبح معلمة أو أواصل تعليمي في التعليم العالي بعد، واستدرجني إلى إدارة المسرح كموظفة في إدارة المسرح ليتمكن من الممارسة هوايتي الذي هو المسرح. جميل الشودي كذلك هو أستاذي، مشيت أنا وياه والمرحوم هادي داود، مشينا للصفاقس عملنا أعمال، ثلاثة أعمال كبيرة في صفاقس. ثم غادر جميل جودي لتونس. تذكر كيفاش عرفت سي الهادي داود أول مرة شفته؟ كيفاش كانت لقاء الأول؟ ليش تحير في المواجهة؟ كنت أنا وقتها انخرط في دار ثقافة بن خلدون بعد ما جاوني البنزرت واستسمحوا بابا. وبابا كان صعيب شوية، لكن كي تجي حاجة
من الناس يعني عنده ثقة فيهم، خاصة وانا نشتغل في وزارة الثقافة وقتها، جاوه كانوا باش يعملوا عمل شافوني في المسرح المدرسي، فجاوا يستسمحوا بابا باش نخدم معاهم في فرقة ابن خلدون، فرقة المسرح ابن خلدون. سي نور الدين البناني بعث لي شكون باش يطلب من بابا نمشي نعمل مسرح معهم. ف كان الهادي في الفرقه، خدمنا وقتها الطعام لكل فاميلي توفيق الحكيم، وكان هو عمل المناظر نتاع المسرحيه، هو كان يقرا في مدرسه الفنون الجميله، عمل هو قام ويمثل كذلك في المسرحيه، وتعرفنا على بعضنا في المجال هذاك وانطلقت رحلتنا. يعني لم نفترق منذ التقينا في ابن خلدون، وكانت رحلة يعني فيها الباهي وفيها الخايف كيما الناس الكل، فيها الآلام فيها العذابات فيها الأطفال اللي جاوا اللي هما كانوا يعني ملاو علينا الدنيا. حليمة لما صعيبة وحنين، حليمة لما ريناها كيفاش تعذبت هي والهادي الله يرحمه ليها وبابا ملي احنا صغار. قداش عندك أولاد؟ كانوا ثلاثة، قعدوا اثنين، توفى بعد روح مرض بنفس المرض، كان طبيب لكن ما عرفش يديروه.